سلام البنات، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كاع بخير وعلى خير ان شاء الله. راني نغسل في المواعين نتاع العشاء بعد ما تعشيت، وراني باغي نوجد لكم كونفيتور تاع الكابويا حمراء. دونك الكابويا حمراء راهي شابه بزاف، هيا قلت انايا ندير هذاك القوطي تاع 400 غرام تاع اوليولي، نشريه من برا نخدمها انا في الدار خير. وهي اصلا كونفيتور تاع الكابويا ما ينباعش، هذه وصفه قديمه بزاف كنديروها شويه، مي تجي بنينه بزاف. انا نبغيها مام ولادي كاع يبغوها بزاف، يهبلوا عليها نديرها لهم. وراهي كابويا راهي راها حمراء دروك، راهي شابه ما راهيش تجي كلاغ، راهي تجي فونسي تجي حلوه، كان كاع ما ديرلهاش السكر تجي بنينه حلوه. انا غادي نديرها وحدها، ندير فيها المورسو تاع الليم والسكر. هذا مثلا نغسل الماء نتاعي، ايوا نوريكم كيفاش غادي ندير الكابويا. ما تنسوش البنات الاشتراك على القناه وديروا لي جيم للفيديو، ولا عجبتكم بارطاجوها مع الناس. هاني وليتكم البنات، ندير الكونفيتور تاع الكابويا، نجيب طاوة هاي الكابويا تاعي حمراء. بس انا هذا العبر، هذا العبر تاع البول في 5 مغارف تاع سكر، مورسو تاع ليم. ندير نص هذا البول نص ماء، هلا أني قلعت له قشرة تاعه لي، ندير نص ماء، نديرها طيب. هاي طب لي كابويا هنا شحال باقي تاعهم، فيها غير قد جوج مغارف ولا ثلاثة تاعهم، شي بزاف. طابت ربع ساعة من بعد لي غلات، ربع ساعة وطفيت عليهم. دروك نديرلها السكر، ها
ميكسيها ما والو هاكا مع نار متوسطة دروك غادي نزيد لها شوية النار دروك ميكسوها هذا في اختياركم اللي من مرسوخ قبل غير هكا من بعد نبدا ولا بغيتي تميكسيها قلعي اللين وميكسيها صافي تجي حامضه بزاف صافي ميكسيها باللين غادي تجي حامضه بزاف وجدت الكابوية تاعي خليتها تبرد شوية شوية باش ندير هاد العلبة تجي حوالي 400 غرام قد قوتي تاع الفيديو نبقى نطيبها في الداخل ونمشي نوريكم الفيديو ترجمة نانسي قنقر